قال وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي إن اختيار الطلبة المجال المناسب للتعليم يؤمن المستقبل الجيد لهم ويحقق التنمية في البلاد، لأن الفرد هو من يصنع المستقبل لوطنه. وأضاف الوزير المليفي بعد افتتاحه معرض التعليم والتدريب والتوظيف الذي تنظمه شركة معرض الكويت الدولي على أرض المعارض الدولية بمشرف، إن التعليم والتوظيف مرتبطان معا، مبينا أن التعليم هو لإيجاد فرص عمل لتوظيف سواء في القطاع الحكومي أو الأهلي، أو حتى في تطوير قدرات الإنسان لكي يكون له مشروعه الخاص. على فرص التدريب والعمل للطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة، عليهم الذهاب إلى أرض المعارض الدولية لمعرض التعليم والتدريب والتوظيف، والذي بات من أكثر المعارض اجتذابا للطلبة والباحثين عن مستقبل تعليمي ووظيفي آمن. لا شك اليوم في بالنسبة للمعرض التعليم وإضافة التوظيف له، أنا أعتقد التعليم والتوظيف يجب أن يكون مرتبطين مع بعض، لأن اليوم التعليم هو لإيجاد فرص عمل، ليس التوظيف فقط في الحكومة وإنما في القطاع الخاص أو حتى في تطوير الإنسان نفسه حتى يكون له مشروع الخاص. اليوم كلما استطعنا أن نرتقي بالتعليم ونخلق الخريج القادر على المنافسة ليس محليا وإنما عالميا، أنا أعتقد نستطيع أن نصنع مشروع وطني ناجح يستطيع أن يقود عملية التنمية. أنا أعتقد المشاركة اليوم تنوير أبنائنا وبناتنا بالتعليم العالي وتخصصاته وجامعاته حتى يكون لديهم الحرص بالحصول ليس فقط على الشهادة وإنما على التعليم المتميز من خلال الجامعات المتميزة من خلال التخصصات المتميزة. هذه المعارض تساعد الطلبة للبحث عن فرص التدريب والعمل على تلمس ملامح الطريق للمستقبل من خلال اختيار المؤسسة التعليمية المناسبة التي تحقق لهم تطلعاتهم. توصيل للطالب لتخطيط مستقبل بعد التخرج، يتعرف على وجود على الجامعات ويعرف شنه مثلا تفضيلاته، شنه اللي ميوله الجامعية أو إذا كانت أكاديمية عن طريق هالمعرض. عدد المشاركين عندنا حاليا تقريبا 30 مشارك سواء من الكويت وبرا الكويت، وفي عندنا جامعتين يدد للحين ما اشتغلوا بالكويت لكن خذوا الترخيص لها وبدأوا يسوقون لهم، مثل جامعة طبية جامعة الاي او ام الطبية، وعندنا جامعة الجونكوين الكندية. هذا الجامعتين بالكويت موجودين بس يدد، وإن شاء الله في جامعات جديدة بتفتح بالكويت. شارك في المعرض مؤسسات تعليمية رائدة لها مكانتها العلمية الرفيعة لتوفر خدماتها للطلبة الخريجين. نحن طبعا نشارك كل سنة بالمعرض الكويت، معرض الكويت من المعارض المهمة بالنسبة لنا في دول الخليج. عندنا تقريبا نحن أكثر من 300 طالب وطالبة من دولة الكويت، ونحن دائما نشارك في الستاند هذا ونعرض جميع المعلومات عن الجامعة ما فيها الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس. معرض يهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد عن طريق العنصر البشري إلى جانب خدمة الطلبة والطالبات للتعرف على المؤسسات التعليمية تحت سقف واحد. من أرض المعارض الدولية، مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.